السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة يا أخوة أشياء جديدة. تكلم معي كثير من الإخوة على موضوع الإضاءة، فكثير من الإخوة للأسف الشديد يقعون في أخطاء قوية ونقول أحيانا مبالغ فيها بموضوع الإضاءة. ففي منهم بيحطوا لنا اللمبة على السقف، لمبة نيون، بيقول لك هاي في ضوء كافي. طب ما بنفعش. فالإضاءة لا يا أخوة، بشكل عام لها شروطها، الحد الأدنى من الشروط وفي الحد الأعلى من الشروط. الحد الأدنى من الشروط أن تكون الإضاءة كافية، ولو كانت الحرارة نوعا ما خفيفة، ولكن يعني إذا كانت الإضاءة بشكل ممتاز يعني نقول يعني تكفي إن شاء الله لنظام الزراعة. طبعا إحنا كما عودناكم دائما بأقل التكاليف يا أخوة. طبعا هذا سبوت نظام LED، ما بنفع اللمبة المتعارف عليها اللي هي إحنا بنستخدمها في اللي بيكون فيها سلك التنجستون، ما بنفع. بدنا إحنا لمبة LED لسبب، لأنه اللمبة LED تعطينا ضوء أبيض. طبعا في ألوان منها، لا إحنا بنتكلم عن الضوء الأبيض. الضوء الأبيض يتحلل بواسطة المنشور كما إحنا يعني تعلمنا ونحن صغار إلى 7 ألوان، وهي ألوان الطيف 7 المعروفة، أو نقول ألوان قوس قزح. هذه الألوان هي التي يحتاجها النبات، أو هذا الضوء هو الذي يحتاجه النبات، الضوء الأبيض. طبعاً في طبعاً ضوء بيكون مستخدم لنظام النظام الهيدروبونيك اللي بيقول عنه الشمس الصناعية. طبعاً بيكون لونه تقريباً قرمزي أحمر قليلاً، ضارب على اللون البنفسجي أحياناً. هذاك يعطيك نفس طبيعة الشمس سبحان الله، لأنه فيها انفراريد، فيها أشعة تحت الحمراء، في أشعة فوق البنفسجية، تكون يعني ما سبحان الله تهيئ للنبتة ضوء الشمس الحقيقي. وهذا يستخدم أيضا في نظام الهيدروبونيك الطبقي. يعني إحنا بنشوف أحيانا على أنظمة الهيدروبونيك بنشوف عبارة عن مصفوفات فوق بعض، طوابق يضعون بينها هذا الضوء. هذا الضوء يكون كافي لإنبات الزراعة في مساحات قليلة بشكل كثير. نرجع لموضوع، طبعا إحنا بنشتري هذه اللمبة التي لا يتجاوز سعرها يا إخوة 5 دولار. طبعا في اشي بيكون محمي، احنا خلينا باقل التكاليف نتحدث. نربطه باسلاك طريقة معينة بهذا الشكل يا اخوة. يعني انا عامله 3 اسلاك، اسلاك تربيط عادية، او ممكن انك تجيب مثلا خيط صوف او خيط خيش اللي هو المناسب يعني للي انت بتقدر تتحصل عليه. طبعا بنعملها بزاوية 0، زاوية 0 بهذا الشكل. بعدين بنعمل مثلا فوق بهذا الشكل، حتى انه لو علقناها يعني تكون متساوية. نضبطها يعني نضبطها لما احنا لتكون لنا بالنظر متساوية، لن يكون فرق يعني حتى لو كان بها ميلان بسيط، ولكن النظام شيء جميل بهذا الشكل يا اخوة. طبعا بنعلقها، طبعا يعني تكون المسافة يعني 70 سنتي متر، ما في مشكلة. طبعا بنهيئ للنظام، اذا احنا بدنا نعطيه اضاءة كافية بنهيئ له شيء افضل، يعني عدد بنكرر اللمبات بشكل افضل حتى نشعر بانه الاضاءة كافية، وكلما زدت كثافة الضوء كل ما كان افضل للنبات. طبعا احنا لازم عليها شوية اهتمام، ما نخليها يعني نخلي نبتة مستفيدة منها والباقي لا. يعني احنا بنقدر نسوي لنا هون مثلا 4 لمبات على هذه الماسورة، ونستطيع ان يعني تكون اللمبة في حيز مثلا نقول 3 مواسير، يعني 3 مصفوفات من المواسير. يعني هذا الشكل قريب جدا ان شاء الله لكي يعطينا ضوء بشكل جيد. طبعا اذا انت حطيت سلاك افضل انك تقدر تتحكم فيها بشكل افضل. طبعا هلا من هون طبعا الواحد يحذر من مسألة الضوء يا اخوة، الكهرباء بشكل عام. يعني انا بطبيعة الحال فني كهربائي كمان، يعني متخصص بالالكترونكس. هذا يعني هذا هو النظام شكله العام بهذا الشكل، شايفين يا اخوة.
يعني شوفوا كيف النبات شكله يعني اقرب للانبساط. فهاي يعني صفه او طريقه مبسطه لعمل اضاءه ان شاء الله تكون كافيه. طبعا بامكانك تكرار، يعني تخيل انه هذه اللمبه يعني لا يتعدى سعرها 5 دولار. يعني بنقدر نكرر على سبيل المثال على نظام، لو احنا قلنا على سبيل المثال نظام هرمي في مثلا 100 شتلة، لو كان في عندنا نظام هرمي 100 شتلة، يعني بنقدر نحط لنا مثلا 6 لمبات او 8 لمبات يكون كافي. طبعا بكونوا في الحواضر الزراعيه الكبرى بكون في اضاءه نوع خاص حراري ضوء قوي، يعني هاي اللمبه تقريبا تقدير كل لمبه فيها 3 فولت، ولكن في لمبات بتيجي 12 فولت، في لمبات بتيجي 24 فولت لكل وحده، لكل وحده خليه، يعني كل خليه اضاءه تكون في 24 فولت، فبتعطي اضاءه اقوى واحسن. ونحن نشاهدها كثيرا في قنوات اليوتيوب، بتكون عندنا لمبات مربعه الشكل موجوده فوق النظام الزراعي وتكون كافيه وتعطي الاضاءه المناسبه لنظام طبعا هاي يا اخوه صالحه لنظام الهيدروبينك ولا غير نظام الهيدروبينك. يعني اذا حبينا نزرع خس بنحط فيها، حبينا نزرع اسبريك خس الاوروبي هذا الامريكي بنقدر نقول عنه انه يعني برضه بزبط. فيعني كل شيء ان شاء الله. طبعا هو في اضاءه لو احنا مثلا وضعنا يدنا بنحس في نوع من الحراره، ولكن طبعا كف اليد من هون سبحان الله يستشعر الحراره، يعني حتى سبحان الله الجلد يعني يستشعر الحراره بشكل عام. ف يعني هذا نظام مبسط ارجو ان يكون فيه فائده للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.